الشوط اول زوز بلاش المازامبي، كيف تشوف رده فعل هجوم النادي الريفي الصفاقسي؟ والله ميتون الاول ما عملوا فيه شيء، ان شاء الله الشوط الثاني يكون احسن. والله اللي ما مشاش الوسط فهمت، وهي فريق كبير وتعرف تسافر وتعرف تكور فهمت، واحنا احتمالنا باش تنتصر النادي الصفاقسي. معناتها رده فعل قويه مش تشوفوها خلال الشوط الثاني النادي الريفي الصفاقسي؟ خلال الشوط الثاني ان شاء الله ثم اهداف. والله يا الاولاد دخلوا خايفين شويه الشوط الاول، ان شاء الله الشوط الثاني نحسوا بهم مش خايفين، معناها اعطوا الثقه في رواحهم. هذه تاريخيه، هذه تاريخيه، بيليه 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 بيليه.